بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إذا قبل البدء نقرأ سورة الفاتحة ترحما على الشيخ المجاهد الصبور الشيخ عبد السلام ياسين. نقرأ جميعا سورة الفاتحة. الله يجزيكم خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أحييكم بتحية السلام يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن انقلبت فيه المفاهيم وأصبح الباطل حقا وأصبح الحق باطل، في زمن أصبح فيه الجهاد إرهابا والخمر مشروبات روحية والربا فوائد والزنا حرية، فلا تعجب على الصمت المريب والسكوت الغريب على ما يقع في الشام. عشرات الآلاف حصدتهم الآلة، آلة الظلم النصيري الصفوي، هتك للأعراب، قتل جماعي للأطفال، اقتحام للبيوت، هدم للمساجد، قصف عشوائي، إنها همجية مجنونة. هذا حال إخواننا في الشام، لقد أعيتهم الشعارات في كل جمعة إلى العالم العربي، إلى العالم الإسلامي، إلى العالم كله. لم يبقى لهم إلا أن يرفعوا هذه القضية إلى رب العالمين قائلين: قررنا رفع قضيتنا إلى رب العالمين فهو أحكم الحاكمين. ونعم بالله، الكل سكن والكل سكت، الكل سكن والكل سكت، العالم يتفرج على المجازر والقتل اليومي. فقالوا أهل الشام: رب إني مغلوب فانتصر. مهرجاننا هذا ليس للتعريف بالقضية، فالقنوات قد عرفت القضية، والشاشات ملأى بالمجازر والقتلى. مهرجاننا هذا دعم وتحريك للنفوس والقلوب، مهرجاننا تحريك لقضيتنا. جرحنا واحد والقلب واحد، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجحر يا أمتي غائر، فأين المنتصر وأين المعتصم ومعتصماه؟ صرخة امرأة واحدة، فأين الثكلى وأين الأمهات وآلاف النساء يقولون: وعرباه وإسلاماه؟ نعم، صرخة امرأة واحدة قالت: ومعتصماه، فلبى النداء برسالة مختصرة قال فيها: إلى كلب الروم، أما بعد، إذا وصلك كتاب هذا فأطلق سراحها، فإن لم تفعل
لبعثت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. ومعتصما أينك يا معتصم؟ من أجل ذلك أبت حركة التوحيد والإصلاح، منظمة جديد طلابي، جمعية الشهاب الثقافية وتنسيقية تطوان في حملة إفطار بطعم الحرية، إلا أن تحيي الآلام، آلام سورية في قلوبنا، لنصنع الآمال. مهرجاننا كلمات من قلب الشام جاءوا، من قلب الشام جاءوا يحملون الذكرى. روحي فداؤك، طال البعد يا وطني، كفى دراما بنفسي المعذبة. حماة الديار، حماة الديار عليكم السلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، والله محيي الجيش الحر. لا يفوتنا في هذه الفرصة، في اللحظة التاريخية مع الربيع العربي، إلا أن نقول باسم حركة التوحيد والإصلاح إشارات فيها بشارات. الزحف الذي تحققه الثورة السورية يوما بعد يوم، نبارك لإخوتنا في حركة حماس الذكرى 25 لتأسيسها، ذكرى الانتصار، انتصار غزة، الاعتراف بدولة فلسطين كعضو ملاحظ في الأمم المتحدة. ومن هذا المنبر نعزي أنفسنا والشعب المغربي في وفاة رجل صادق، إنه مرشد جماعة العدل والإحسان، الشيخ عبد السلام ياسين. مع الكلمة الأولى من سوريا جاء، يحمل لنا البشرى، يحمل الآلام والآمال. مع الكاتب والمفكر فادي شامية، وهو كاتب إعلامي ومنسق الحملة الدولية العالمية لنصرة الشعب السوري، فليتفضل مشكوراً.